الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى ادخر أجور عباده وعبادتهم وذكرهم ومجاهداتهم في الدنيا، ادخر هذه الأجور للآخرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو أعطاهم أجورهم في الدنيا، الدنيا فانية من اسمها كده، دنيا دنيئة، إما من الدناءة أو من الدنو، يعني دنيا مصدرها الاسم نفسه أصله جاي من الدناءة يعني الحقارة، يعني من اسمها كده حقيرة، واخد بالك؟ أو من الدنو إنها قريبة، قريبة الأجل، يعني مدتها بسيطة مؤقتة، وفي الحالتين تبقى حاجة حقيرة، لأن الحاجة اللي موقوتة الإنسان لا يلتفت إليها. حتى أنت نفسك لما تيجي تأجر شقة ويجي يقول لك إيه، والله هو لمدة شهر واحد بس وبعد كده تسيبها، مع إن أنت مش ضامن تعيش الشهر ده ولا لأ، ما ترضاش تاخدها، أنت عايز شقة عقد إيجار على طول. الإنسان كده يحب الحاجة اللي مش مؤقتة. ليه؟ علشان يشعر بالاستقرار. الدنيا بحالها كده على بعضها، دنية يعني قريبة، واخد من الدنو يعني مؤقتة. فلو ربنا سبحانه وتعالى ادالك اجرك في حاجة مؤقتة يبقى بخسك حقك، يبقى كأنه بالظبط احتقرك، لكن ربنا عظمك، وعلشان ربنا عظمك ادخر اجرك في ايه؟ في الاخرة، حيث ان الاخرة مستمرة وخالدة وبعدين متسعة، لدرجة ان اقل اجر واحد في الجنة، اقل واحد ده الغلبان خالص في الجنة، والجنة ما فيهاش غلاب، يعني اقل واحد اصلا في الجنة يملك ملكه في الجنة، وملكه ده مش مؤقت، مش لمدة 60 سنة ويموت، ولا 50 سنة ويعدي، ولا 100 سنة ويروح ويقتسموا الورثة وبعدين يتخانقوا في المحاكم على القسمة، وده عايز اللي على الناصية دي وده عايز الناصية دي والشغلانة، لا مفيش حاجة دي. يعني ده ملك دائم في حيث لا يزول، في خلد وفي حال يكون في دوام الشباب، يعني يبقى شباب دائم، يبقى هو متمتع بملكه وفي نفسه وفي ذاته شاب في سن 33، ما يكبرش عن كده في كمال، ولا يبول ولا يتغوط ولا يمغص ولا يتألم ولا ينام حتى لا يفوته المتعة لحظة، حتى النوم نفسه. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيديله الأجر ده في فترة، وكميته ايه بقى؟ الاقل واحد ده 10 امثال الدنيا، 10 امثال الدنيا، تصور 11 ما يجراش حاجة انت حر، لكن الحديث الوارد في صحيح مسلم 10 امثال الدنيا، واخد بالك؟ ف يعني هل العبرة بالعدد ولا العدد لا عب يعني لا مفهوم له؟ دي مسألة اصولية بقى عند العلماء الاصول، يعني هل العشرة كده يروح يقيس ويضرب في 10 لازم يعني، ولا المفهوم العدد المفهوم ليس له مفهوم، ما نعرفش. لكن المهم هو ربنا سبحانه وتعالى يريد يبين لك على لسان نبيه ان الآخرة دي حاجة عظيمة قوي، لدرجة ان لو ربنا سبحانه وتعالى، لو انا مثلا قلت لك اعمل لي الشغلانة دي وحدي لك 1000 جنيه تحطهم في جيبك لمدة 5 دقايق وتديهم لي تاني، ولا اعمل لي الشغلانة دي وحدي لك حاجة تعيش معاك للأبد بس مش 1000 جنيه، جنيه واحد هديك، جنيه واحد لكن هتاخده وتروح، لكن لو عملت نفس الشغلانة دي اديك 1000 جنيه تحطهم في جيبك وتفضل قاعد قدامي 5 دقايق وبعدين بعد كده تطلعهم من جيبك وتديهم لي تاني وتروح، تختار الجنيه ولا الـ1000؟ تختار الجنيه، لان هو ده اللي هتهملكه، فهمت ازاي؟ ها؟ ما تقدرش تمشي، فأين تذهبون؟ هتهرب من رب العالمين، هتهرب منه فين؟ هيجيبك وياخدهم منه سبحانه. وعلشان كده ربنا لما علم أن الدنيا قريبة دنية فمرضاش يديك الـ1000 جنيه اللي تقعد معاك 60 سنة وياخدها منك تاني، لا ده اداك بقى مش 1000 جنيه، ادالك بقى جنة عرضها السماوات والأرض، مش حتى المثال اللي احنا بنقوله جنيه قدام 1000، لا ده حاجة أفضل. وعشان كده قالوا ان لو كان الدنيا من ذهب
وبعدين تزول، والآخرة من خزف وتبقى، العقل يختار الخزف الباقي ولا يختار الذهب الذي يزول الفاني، فهمت؟ حتى اسم ذهب من الذهب، ذهب يعني gun away، ذهب كده، ما هي ذهب يعني ايه؟ يعني راح. فكأن ربنا حتى سمى الذهب اللي الناس بتقتتل عليه انه بيذهب، انه يزول. شوف حتى مصدره من اسم في اللغة عشان تزهد فيه، يقول لك انا عايز ذهب. ذهب يعني ايه؟ يعني حاجة رايحة، هو من اسمه رايح، فهمت ازاي؟ وعشان كده اللغة العربية دي عجيبة، لما تقعد تتبصر في أصل الكلمة تعرف حقيقتها من أصلها كده. فما بالك بقى الآخرة هي الذهب والدنيا هي الخزف. إذا كنت أنت كنت هتختار الخزف الباقي على الذهب الفاني، لا بقى، ده ربنا جعل بقى الفاني هو الخزف اللي هي الطين، ما هو الخزف ده طين محروق، فهمت ازاي؟ اللي هي الدنيا، وجعل لك الآخرة هي الذهب الباقي. شفت الحلاوة؟ وعلشان كده لما ربنا أجل أقدار العباد أخر أجرهم في الآخرة، وده موضوع حكمة اليوم. ليه ربنا أجر أجرهم في الآخرة؟ أصل تتصور أنت لو ربنا خلى الملائكة واقفة على أبواب المساجد وتقول إيه، كل واحد هيدخل هيدله أجره كاش، هيصلي العشاء، العشاء واقفة عليك بألف جنيه، خد واحد واحد، واخد الملك واقف وقاعد يقبض، كل واحد يقلع جزمته وخش قبل ما يصلي مقدما. تصور لو ربنا بيدي أجور العباد مقدما في دار ثانية، دي ما كنتش هتعرف تتلذذ بالعبادة، كنت تيجي الجامع هتلاقي طوابير يا عم، الناس راكبة فوق بعضها بتتزحم على الملك عايزة تاخد وتخش عشان تصلي، صح ولا لا؟ لكن لما ربنا أخر لك الأجر وخلاه في الآخرة أجر دائم باقي، مش هيدي لك بقى أجرك في الدنيا فلوس وتنتهي، لا، ده أجر باقي عند الله، وجعله غيب لا يرى علشان ما يشغلكش بالناس اللي هم الرعاع اللي مش شايفين الخير والحلاوة دي. تقوم ما تيجي تخش تستمتع بالعبادة، تخش تلاقي الجامع ليك مكان تصلي فيه وقاعد مستريح، وعايز تجدد وضوءك تلاقي الحنفيات فاضية، عايز تخش الحمام تلاقي الحمامات فاضية، لكن القهاوي ايه؟ عمران، والنوادي تلاقيها طوابير. طب روح اشترك في نادي كده يقول لك تدفع 30,000 جنيه عشان تبقى مشترك في نادي مش عارف الصيد ولا طوابير. طب واقعد كده في النادي بالليل، روح انت كده نادي زي نادي الصيد ولا نادي الجزيره بالليل في رمضان كده، يمكن ما تلاقيلكش كرسي. انا كنت سامع دكتور صديقي، كنت بعمل عمليه من يومين، فدكتور التخدير بيتصل بواحد صاحبه، هم يعني ناس رد نوادي كده بيحبوا يفطروا في بيتهم ويقعدوا في النادي، فبيتفق معاه على النادي، بيقول له بس ارجوك قبل ما العشاء تبدا نتقابل هناك نصلي العشاء في النادي عشان نلاقي لنا كرسي نقعد، انت عارف ده بيبقى زحمه. والله انا ما كنت عارف ان عليها اقبال منقطع النظير الا منه، لان انا ما بروحش النوادي. فتصور انت النوادي عليها اقبال منقطع النظير، لكن ربك في الجوامع خلى الجوامع كده رايقه حلوه، لان ربنا خبى الاجر. تصور بقى لو ظهر الاجر ما كنتش هتستمتع بالقعده دي، ولا كنت تستمتع بالركعتين اللي تصليهم، ولا بالتسبيحة اللي تسبحها، وكل ما تيجي تعمل حاجة باب خير تلاقي الناس طوابير كله مش عارف تعمل، تيجي تدور على غيلبان فقير تديله حاجة صدقة تلاقي الكل بيتخانق على الفقير هيقطعوه عشان يدوله، ما هو علشان الحسنة بعشرة أمثال استثمار بقى، واخد بالك؟ هو هيدي للفقير 10 جنيه هتبقى في الحال، احنا بنتصور ان الاجر في الحال، تديله 10 جنيه واخد بالك هتبقى 1,000 جنيه، الناس هتقفل محلاتها ويجروا على الفقير يقطعوه عايزين يدول، صح ولا لا؟ وبعد كده مش هتلاقي فقير، مشكلة كبيرة بقى، تبقى معاك الزكاة ومش لاقي حد تديها له. فشوف رحمات ربنا وتقديره معاك في الدنيا، انه خبى الحاجات دي كلها علشان عايز تطلع زكاتك تلاقي الفقير اللي ياخدها، وتلاقي الفقير اللي ياخدها واقف مستنيك ويدعي لك، مفيش حد بيتكلم عليه بيتحايل عليه، وهو بقى يتأمر يقول لهم بالدور، مش هاخد الا من 10 بس النهاردة بالدور، انا مش فاضي. وبعدين يلاقي واحد مثلا عايز يديله مستعجل يقول له بطل مسخره مش هاخد منك خالص، ما ينفعش، صح ولا لا؟ لما تبقى الاجور بقى واضحه. لكن شوف من رحمات ربنا انه غيب لك الحاجات دي كلها علشان يختبر اللي يؤمن بيه بالغيب، واللي يقتنع ويعرف ان اللي في يد الله اوثق مما في يده. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الصدقه برهان، يعني دليل على ايمان صاحب، لان انا برمي كده الفلوس برميها، اللي شايفني برميها وما قبضتش حاجه، لكن انا لما برميها كده
ومقتنع انها في يد الله، يبقى ده دليل على ان انا راجل مؤمن بالغيب. فهمت المسألة؟ وعشان كده الرسول قال ايه؟ الصبر ضياء والصلاة نور والصدقة برهان، اللي هو في الحديث المشهور. فنيجي نقرأ حكمة اليوم، بيقول ايه؟ انما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار اللي هي الدار الدنيا لا تسع ما يريد أن يعطيهم. الدار الدنيا دي كلها لو ربنا لمها كده في كفة وادها للمؤمن علشان سجدة، مش هتكف، مش هتكفي ثواب السجدة. ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. ركعتي الفجر السنة، لعلمك الحديث ده بيتكلم على السنة مش على الفريضة. ركعتي الفجر اللي هي السنة خير مما طلعت عليه الشمس، واحنا عارفين ان الفريضة افضل من السنة 70 درجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاش حاجة يمثل فيها ثواب الفريضة، جعل السنة بس، وقال ان السنة ثوابها خير مما طلعت عليه الشمس، فما بالك الفريضة. فالدنيا كلها يعني اقيم، اقيم من الارض كلها وما عليها من كنوز واملاك واراضي، واخد بالك؟ الدنيا وما فيها، الشمس بتطلع على الدنيا، ادي معنى خير من الدنيا. وعلشان كده لما ربنا وجد ان الدنيا دي قليله اقل من انه يجعلها ثواب لعباده، فادخر اجورهم للاخره، حيث ان الاخره بقى فيها السعه، فيها السعه الكبيره. انما جعل الدار الاخره محلا لجزاء عباده المؤمنين، لان هذه الدار لا تسع ما يريد ان يعطيهم، هو عايز يديهم بلا حدود. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يعني بلا حدود، والدنيا محدوده. فهمت ازاي؟ فما ينفعش، ما ينفعش يديهم بلا حدود من محدود. فهمت المساله؟ وعشان كده اخر هذا، ولانه اجل اقدارهم عن ان يجازيهم في دار لا بقاء له، ولانه عظم اقدارهم، اقدار عباده عظيمه، أجل أقدارهم أي عظم مقدارهم عن أن يجازيهم، يجعل جزاءهم في دار لا بقاء له. وإلا يبقى اتخميت بقى لما يدي لك حاجة وفي الآخر ياخدها منك. أقول لك طب بقول لك إيه، تعال هنا ابني لي العمارة دي وحديك 1,000,000 جنيه، بس هتقعد في جيبك شهر واحد واخدها تاني، يبقى أنا بخمك بقى، صح؟ يبقى كده بضحك عليك، ده انا خليتك تبذل مجهود وتبني لي عماره وتعمل شغل جامد وفي الاخر ادي لك حاجه واخدها منك تاني. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل سبحانه انه يديك اجرك في الدنيا لعبادتك اياه، لان الدنيا مؤقته هياخدها منك تاني. فسبحانه وتعالى ادالك في الدنيا بقدر ما تحتاج وزياده شويه، واخر اجرك على الاعمال للاخره من اجل ذلك. الكلام ده بقى ينفع في كل عصر؟ الكلام الحكمة دي ده بس، علشان كده علشان كده الحكمة دي، الحكم دي عموما هو اصلا استنبطها المصنف من القرآن والسنة. فلما استنبطها من القرآن والسنة، والقرآن والسنة صالح لكل عصر، فتصير صالحة لكل عصر. فهمت المسألة؟ ده السبب، هو ما استنبطهاش من عند نفسه، ولكن بعدما تشرب بالقرآن والسنة علما وعملا وتحققا ابتدى ينطق بهذه الحكم، يترجم هذه المعاني اللي تشربها وبعدين فنطق بها، فصارت صالحة لكل عصر، بل صالحة لكل إنسان في كل مرحلة من مراحل العبادات. تجد المبتدئ يسمعها يجد ان في نفسه منها شيء وتليق بيه، والمنتهي يسمعها يحس انها بتخاطبه، والوسط اللي بين البنين اعداد لا تنتهي يحس انها بتخاطبه. ليه؟ لا، زي آيات القرآن، تحس كده ان القرآن بيخاطب كل الناس، المبتدئ والعامي والعالم واللي يفهم عربي واللي ما بيفهمش عربي، كله يسمع القرآن يتأثر بيه. حتى لدرجة ان كان في ناس اجانب سمعوا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو في لندن، والميكروفون بقى بتاعه وصوت الشيخ عبد الباسط بقى ملعلع وحاجة جميلة وطالعة من القلب كده، اسلم. قالوا لا يمكن الكلام ده والنغمة الروحانية دي اللي طالعة الا تكون من عند الله، فاسلموا على صوته بس، تأثروا بروعة القرآن. فهمت ازاي؟ حتى مع انه مش فاهم عربي خالص. الحكمة التي تليها
من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول. انت باستمرار بتسأل يا ترى ربنا قبل عبادتي ولا ما قبلهاش، بتسأل السؤال ده، ايه علامة قبول العمل؟ هي دي الحكمة. أن في قلبك اعرف انه قبل، وثمرة العبادة والتقرب الى الله. الثمرة العمل هي لذيذ الطاعة، انك انت تستشعر لذة الطاعة، دي الثمرة بتاعتها. الايمان يذاق، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ذاق حلاوة الايمان، ذاق حلاوة الايمان، يبقى بيذاق اهو. يبقى الانسان اذا استشعر لذيذ الطاعة يبقى ذاق حلاوة الايمان، وده علامة قبول العمل. او اذا كان من اهل المناجاة يستشعر حلاوة المناجاة، او اذا كان من اهل المراقبة يأنس القلب بمراقبة الله عز وجل، او ان كان من اهل المشاهدة يجد الفرح بالمشاهدة، وان كان من اهل السر يجد الفرح بالمكالمة. يبقى كل واحد هياخد نصيبه على حسب هو فين. ان كان في اهل هيجد لذة الطاعة بس، ده اللي هيجد، لا هيبقى في مناجاة ولا مراقبة ولا مشاهدة ولا مكالمة، هو بس يدوب يجد لذيذ الطاعة. ولذيذ الطاعة ده يخليك تستمر عليها، واستمرارك بها لا يكون الا بمدد من الله، والمدد من الله لا يأتي الا لانه قبلها منك، يقوم يحسسك طعمها تقوم تستمر فيها. فاذا استمرت فيها على مر الاوقات بالرغم تغير الاحوال، ده دليل كمال العناية من الله وانها قبلت من الله عز وجل، لانه اذاقك حلاوته. فهمت؟ ابشر. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الامام البصيري في همزيته: واذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الاعضاء. واذا حلت الهداية قلبا، تبص تلاقي خلاص بعد ما كان بينام 10 ساعات في اليوم تلاقيه خلاص هي ساعتين وتكفيه، نشيط بقى، تجيله النشاط يدب فيه الانتباه، بعد الغفلة صار منتبها. فهمت؟ يجيله ايه؟ وارد الانتباه، اللي يليه وارد الاقبال، اللي يليه وارد الوصال. فهمت؟ بالترتيب كده. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة قيل هي الرضا والقناعة والتسليم، يبقى مستريح. ممكن يبقى عايش في كوخ وعيان وغلبان وتعبان، وهي دي حياة طيبة، لأنه شايف طعمها طيب، لأنه راضي وقانع ومستقر ومستريح. وممكن يبقى قاعد في قصر وعنده عشرات الخدم والحشم وله نفوس كبير، لكن هو غير قانع وبينفخ ومريض ومتألم ومش عارف ينام، ويمر على الخدمين بتوع لهم كلهم بيناموا ومش عارف ينام، وكل الناس قاعدة مبسوطة، حتى الجدع الحارس بتاع الجنينة هو اللي قاعد بيلعب هو وعياله في الجنينة، وهو مش طايل مسكين يتمتع بحاجة، لأنه متألم أو غير راضي أو غير قانع، أو أصيب حتى بشوية قرف نفسي، اكتئاب، زهق، طهقان، أي حاجة من الحاجات دي، مش طايق نفسه. لكن التاني غلبان قاعد في كوخ وعيان وغلبان وما حلتوش حاجة وما عندوش إلا رغيف حاف هيتعشى بيه، لكنه راضي ومبسوط وسعيد، وقلبه ده يسع الدنيا بحاله، وما فيش في قلبه اي شيء على مستوى. يبقى مين اللي في حياته طيبة؟ اللي في القصر ولا اللي في الكوخ؟ يبقى الحياة الطيبة هي القناعة والتسليم، القناعة والتسليم مع الرضا. ان اردت ان تعرف قدرك عنده، انت عايز تعرف قدرك عند الله تعمل ايه؟ كل دي علامات حلوة تفيدك. شوف الكلام ده ينفع كل عصر ولا لا يا حد؟ طيب يلا ده يفيدك، ده الحاجات دي بتثبتك وانت في العبادة، تقوم اما تعرف علامة القبول تستمر فيها، تبقى فرحان كأنك شفت النتيجة وقبلت، تبقى فرحان بقى. طيب انا عايز اعرف قدري عند الله، دي برضو حاجة مهمة، الواحد نفسه يعرف مقامه عند الله ايه. جاب الحكمة بتاعته.
يبقى انت اعمل. هو فتح لك المعاني دي، هو فتح لك المعاني دي علشان انت تبتدي بعد كده تتورك عليه وتقول كان حقه. طب اعمل انت. فهمت ازاي؟ اعمل انت. هو ما شرحش خالص، ده هو قال الحكمة كده وروح ومات. احنا بنجيب في الشرح، احنا بنجيب ادلتها. هو اراد ان يختصر على الناس المسائل بس، لان يعني ممكن تبقى الحكمة دي تحتها او وراءها عشرات الايات، وهو اراد ان يختصر على الناس المعاني تيسيرا عليه بس. اراد ذلك واجتهد، فان اصاب فله اجران، وان اخطأ له اجر. فانت ما تعبش على حد. طيب انت عايز تعرف قدرك عند الله، شوف يقولها لك. كانوا زمان مشايخنا يقول لك ايه، اقامك مقامك حيث اقامك، يقولها لنا كده، مقامك حيث اقامك. ان اقامك في المعاصي تبقى انت مقامك من اهل المعاصي، تبقى انت عند الله ولا حاجه. واذا اقامك في الطاعه تبقى انت عند الله ذو قدر عظيم. فانت تشوف ربنا اقامك فين. انت قاعد دلوقتي في كازينو ليلي ولا قاعد في المسجد؟ فمقامك حيث أقامك، ده بيحسك. وانظر لقلبك قاعد فين. انت قلبك راضي بقدر الله، ليس فيه شحناء ولا بغضاء على المسلمين، راضي وقانع بما قسمه لك سبحانه وتعالى، ولا مش طايق نفسك وقرفان؟ بنختصر احنا بكلمة جتنانيلة في حظنا الهباب، واخد بالك؟ يعني باستمرار يبقى مش طايق نفسه في اي حاجة. إذا كان قلبك كده تبقى فعل. إذا كنت أنت من قال جاتنا نيلة في حظنا لباب، يبقى فعلا هيبقى جاتك نيلة عند الله برضه، لأن أنت اللي قلتها. فهمت؟ أنت اللي قلتها. لكن لو قلت الحمد لله وراضي برضا بقلب مش باللسان، يبقى أنت من أهل الإيه؟ الرضا. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. إذا كنت أنت راضي يبقى هو عنك راضي، وإذا كنت ساخط يبقى هو عليك ساخط. فهمت؟ فتنظر إن كان جسدك في حال الرضا فأنت في الظاهر مرضي عنه، وإن كان باطنك في حال الرضا فأنت في الباطن مرضي عنه. إن كنت ظاهرا وباطنا في الرضا تبقى أنت ظاهرا وباطنا مرضي عنك. فهمت المسألة بقى؟ فيبقى أقامك مقامك حيث أقامك. وعشان كده يقول لك إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. في ماذا يقيمك؟ وافرد، ما احنا قلنا ان في ناس مقام الغنى والشكر، وفي مقام الفقر والصبر. ففي ناس ربنا اقامهم في مقام الصبر والشكر، الفقر مع الصبر، وفي ناس ربنا اقامهم في مقام الغنى مع الشكر. وفي الحالتين هو خير، لأن ربنا يختار الخير للإنسان. يبقى هو برضو بيتقلب عند الله أقداره كده في الطالع والنازل، حيثما غلب وقبض يقبض على الحال. هو بيسأل بيقول طب واحد بيتقلب في الطاعة والمعصية أيام كده وأيام كده ولحظات كده ولحظات كده، إذا كان من أهل السعادة ربنا هيقبضه في حال الرضا، وإن كان من أهل السخط ربنا هيقبضه في حال السخط. واخد بالك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل يموت عليها. يبقى الرجل طول عمره قاعد في العبادات وبعدين فجأة يقول إيه؟ يلا بقى إيه؟ النهاردة نديها ليلة نسكر ونغير منظر. الليلة دي وهو بيسكر أول كاس ياخده يجي له ذبحة وينقلوا العناية المركزة ويموت سكران خيبان. أو هو رايح يتزحلق في قشرة موز، واخد بالك، يتكسر ويموت في البنج. شغلان. مع إنه هو خد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد، هو ربنا بيبقى مطلع إن في قلبه في مرض. وهو في السنين اللي بيعبده السنين الطويلة دي قلبه في المرض ده. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احد، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يظهره قدام نفسه. زي ما ابليس قاعد يعبد ويتمسكن ويعبد ويتمسكن لما وصل لمصف الملائكه، وربنا فضل يرقيه لانه بيعبد بالظاهر ويعلم ان في قلبه الكبر.
سبحانه وتعالى رقاه لحد ما خلق سيدنا آدم وأظهر الكبر اللي في قلبه في كلمة واحدة، واخد بالك؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بس في الاختبار ده بين على طول الزبالة اللي في قلبه. هو كان قاعد بيعبد وقلبه في زبالة، لأن إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنت مش هتضحك على الله بطول عبادة وسنين طويلة وأنت قلبك فيه مشكلة، لا، صلح قلبك. وعشان كده عبادات القلب أعلى من عبادات الجوارح، وهي اللي بتثمر. بيقولوا إن إيه؟ إن ذرة من أعمال القلوب تعدل جبال من أعمال الجوارح. يعني ذرة رضا في القلب تعدل آلاف الركعات. والقلب ما فيهوش الرضا ده. ذرة رضا بس، ذرة تفكر يؤدي إلى الشكر أو زيادة إيقان أفضل من جبال من التسبيح وتلاوة القرآن بلا تدبر. فهمت إزاي؟ إن أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. ربنا خلق عباده نصفين، أشقياء وسعداء، فمنهم شقي وسعيد. هي دي القسمة، هي قسمة العباد كده، فمنهم شقي وسعيد، اسمتين على طول. فربنا أقامه في أهل الشقاء يبقى ده مقامه عند الله، ربنا أقامه في أهل السعادة يبقى ده مقامه عند الله، على طول كده. فأنت تحرص إنك أنت باستمرار تكون في مقامات الرضا مع الله ظاهرا وباطنا، مش إنك تبقى موجود بجسدك بس وقلبك بيقول أوف ومش طايق. لا، أهم حاجة القلب قبل الجسد كمان. يعني ده أنت ممكن تعمل الكفر وربنا سبحانه وتعالى يسيبك. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شفت الجمال؟ ممكن تأكل الميتة وربنا سبحانه وتعالى يأجرك وتبقى طائع وأنت تأكل الميتة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى ممكن تبقى في ظاهرك تفعل المعصية عند أهل الظاهر كأكل الميتة وشرب الخمر والسجود لصنم وأنت عند الله مثاب، لأن هنا مكره والآخر في اضطرار. فهمت المسألة؟ يبقى العبرة بالقلب ولا مش بالقلب؟ مش بالجوارح. وعشان كده القلب هو ده أهم حاجة، يريدك أن تعرفه في كل شيء حتى لا تجهله في شيء، بحيث أنت لما تبقى عارف لله تفعل المعصية من باب ارتكاب أخف الضررين، وتبقى بتعمل المعصية الأقل ضررا لتجنب المعصية الأكثر ضررا، وتبقى في فعلك هذه المعصية الأقل ضررا لتجنب الأكثر ضررا، أنت مطيع لله عز وجل. شفت قد إيه بقى؟ فالمسألة مسألة عايزة فقه، المسألة عايزة فهم، المسألة عايزة قلب واعي مع الله مراقب لله عز وجل. بيقول لك في الشرح هنا السيد ابن عجيبة، السيد ابن عجيبة ده جد شيخ السيد عبد الله الصديق الغماري لأمه، حسني النسب. السيد ابن عجيبة اللي هو صاحب الشرح ده كان جده لأمه وحسني، يعني كان شريف، وكان يقال للشريف السيد. أما يقال السيد فلان يعني الشريف فلان، ما يتقال. إنما أي واحد ما يكونش من الأشراف يعني مش من المنسبين يقول لك أستاذ، يقول لك الدكتور، الباشمهندس، الأسطى، الحج، أي حاجة بقى، ما يجراش حاجة، سعادة البيه، سعادة الباشا، واخد بالك؟ إنما ما يقولوش السيد زمان، كان زمان ما يقولوش السيد إلا للشريف. فما يقول لك السيد فلان حضر تعرف إن ده منسب على طول. فهمت إزاي؟ لكن الوقت في الأخبار ساعات يقول لك السيد شارون، شوف المصيبة بقى، السيد بوش، حاجة مصيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا سيد، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخ صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فمن هنا جت معنى السيادة. فهمت؟ وعشان كده كلمة السيد تتقال للأشراف من أهل البيت. يقول لك حتى السادة الأشراف، واخد بالك؟ ممكن، وممكن في اختلفوا فيها، قالوا انه غالبا يلحق بهم لان لم يشرف الحسن والحسين الا من جهة امه. فهمت ازاي؟ فالام يعتد بها. فبيقول بقى السيد ابن عجيبة
صاحب هذا الشرح. فهمت لما اقول لك بقى السيد ابن علي تفهم على طول ان هو ايه من الاشرف. جعل الله تعالى بحكمته خلقه على قسمين، اشقياء وسعداء، وجعل السعداء قسمين، اهل قرب واهل بعد. حتى السعداء جعلهم اهل يمين ومقربين، حتى السعداء جعلهم قسمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعد شويه ومن دونهما جنتان. يبقى في جنتين لاهل القرب دي عاليين قوي، اللي قال فيهن قاصرات الطرف اللي هم الجنتين. ليه قاصرات الطرف؟ لانهم قصروا قلبهم عن رؤيه سوى الله فرزقهم بقاصرات الطرف. الذين يقصرن اطرافهم عن رؤيه سوى ازواجه، فهم؟ دول المقربين. انما ومن دونهما جنتان دي العوام اهل اليمين. قال ايه؟ حور مكسورات في الخيام. ما قالش بقى فيهم قاصرات الطرف، ما قالش حته عشان تعرف المعنى. بعدها على طول في سوره الواقعه قال ايه؟ اصحاب اليمين، وقال لك المقربين، كان بيعلمك ان الايه، ان هو شرح لك مقامهم الاول وبعدين بيشرح لك بعد كده تقسيماتهم في الواقعه بعدها. يعني في سوره الرحمن قال لك نهايتهم اولئك هم المقربون، ثله من الاولين وقليل من الاخرين. المقربون بتوع الجنتين الاولانيين، ومن دونهما جنتان اللي هم اصحاب اليمين اللي جم بعدهم على طول، عشان تعرف القران ماشي مرتب بترتيب مش اي كلام. فربنا جعل الناس قسمين، اهل سعاده واهل شقاء، والسعاده اهل السعاده جعلهم قسمين كمان، اهل قرب واهل بعد. يعني اهل دليل وبرهان واهل ايه؟ مشاهده. فهمت ازاي؟ او اهل مراقبه واهل مشاهده، او تقول اهل يمين ومقربين وهم السابقون. فان اردت ان تعرف نفسك هل انت من اهل الشقاوه او من اهل السعاده اولا، مش من اهل بقى اليمين لا احنا عايزين نعرف الاسم الاول، انا من اهل السعاده ولا من اهل الشقاوه في الاول. فانظر في قلبك، فان كنت تصدق بوجود ربك وتوحده في ملكه وتنقاد لمن عرفك به وهو رسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت ممن سبقت له الحسنى، تبقى أنت من أهل السعادة. وإن كنت تنكر أو تشك في ربك أو تشرك به غيره في اعتقادك، يعني الكلام هنا موجه للكافر مش ليك أنت بقى، للكافر، أو لم تذعن لمن عرفك به لرسول الله يعني، فأنت يعني أنت يا أيها الكافر، مش أنت يعني السامع، لا يا أنت يا أيها الكافر يعني، ممن سبقت، فأنت من أهل الشقاء. ثم إن وجدت نفسك، عايز بقى تعرف أنا عرفت نفسي الحمد لله وأن أنا من أهل السعادة، مؤمن بالله ليس في قلبي ذرة شك، أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه، يبقى خلاص من أهل السعادة. طب إحنا عايزين بقى نعرف إحنا من أهل القرب ولا من أهل البعد، من أهل السعادة. أهل السعادة نوعين، وإن وجدت نفسك من أهل السعادة وأردت أن تعرف هل أنت من أهل القرب أو من أهل البعد، فانظر، فإن كنت ممن يستدل بأثره عليه فأنت من أهل البعد. أنت بتستدل بالخلق على الخالق، يعني بالدليل على الله على المدلول، ولا بتستدل بالمدلول على الدليل؟ إن كنت بتستدل بالله على الخلق يبقى انت من اهل الشهود والعيان، زي سيدنا علي، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، ما قالش الخلق هنا خالص، عرف ربه على طول بربه على طول، كانه نظره لله قبل نظره للخلق، بحيث انه لو فنى الخلق جميعا فهو يعرف الله ايضا. فهمت ازاي؟ ده المعنى. انما اهل البعد واهل الدليل والبرهان نظروا الى الموجودات، فقال البعرة تدل على البعير، والاثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ ده أهل الدليل والبرهان. فهمت؟ فانظر، فإن كنت ممن يستدل بأثره عليه فأنت من أهل البعد، من أصحاب اليمين. ودي مش حاجة وحشة برضه، هو أصحاب اليمين دول قليلين يا عم، ده حاجة جميلة، لكن هو عايز يبين لك إن الناس درجات برضه، أهل الجنة درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهمت المسألة؟ وإن كنت ممن يستدل
به على غيره فأنت من أهل القرب من المقربين. ثم إن عرفت أنك من أهل اليمين وأردت أن تعرف قدرك عنده، هل أنت من المكرمين أو من المهانين؟ لأن برضو أهل اليمين في نوعين، نوع مهان يعني حيسبق لي سابقة عذاب أو عقاب وبعدين يطلع، وفي ناس هتخش بلا سابقة حساب ولا سابقة عقاب هتعدي على طول. ففي نوع مكرم وفي نوع مهان الأول. فأنت بقى عرفت أنك أنت من أهل اليمين، طب الحمد لله ربنا يرقينا ويجعلنا من المقربين، لكن إحنا الوقت من أهل اليمين مثلا، فعايزين نعرف بقى إحنا مهانين ولا مكرمين من أهل اليمين. فانظر، فإن كنت تمتثل أمره وتجتنب نهيه وتسارع في مرضاته وتحبب إلى أوليائه وأحبائه، تلاقي أولياء الله والناس أحباب الله كده يحبوك ويدعوا لك، فهمت ازاي؟ وانت كمان بتحبهم، ومش هيحبوك الا اذا كنت بتحبهم، فانت من المكرمين. يبقى بتسارع في الطاعه، بتبعد عن المعاصي، بتجتنبها ما امكن، وحتى لو وقعت في المعصيه تسارع في الايه؟ في الاستغفار باستمرار، يعني ايه؟ بتصلح نفسك، تبقى انت الحمد لله من المكرمين. وإن كنت تتهاون في أمره وتتساهل في نواهيه وتتكاسل عن طاعته وتهتك حرماته وتعادي أوليائه، فأنت والله عنده من المهانين المحرومين المطرودين، إلا أن تتداركك عناية من رب العالمين. وإن تحققت أنك من أهل القرب، إذا كنت أنت بقى عديت بقى أهل اليمين، عديت بقى وبقيت أنت من أهل القرب، وأنك بلغت مقام الشهود تستدل به على غيره فلا ترى سواه، فإن كنت تقر بالواسطة وتثبت الحكمة وتعطي كل ذي حق حقه، فأنت من المقربين الكاملين. المقربين نوعين، كاملين وناقصين، خد بالك. حتى المقربين زي أهل اليمين في مهانين ومكرمين، برضو المقربين نوعين، اللي احنا نقول عليه مكذوب وكامل. مكذوب ده مش ناقص، ده المكذوب ده ناقص، لانه ايه؟ لانه فقد عقله، هو من اهل الخصوص، يرى ما لا يرى الناس، يمشي في القبور يسمع حساب القبور، يخش يصلي في الجامع يشوف الملائكه، مشغول كده، يسمع تسبيح الحصى، يسمع مش عارف الكائنات بتتكلم، يشوف واحد مثلا بيتوضى يقوم يعرف ان الجدع ده من ميه وضوء، ان هو بيعصى ابوه، انه بياكل حرام، انه يعني كده، يعني ربنا مودي له علامات غريبه، لكن في نفس الوقت هو مش دريان بنفسه، مش عاقل، يعني مش حاسس ببرد من بحر، بجوع من عطش، ما تفرقش معاه كل ما كلش، تلاقيه في عز الشتاء ماشي بفلنة حمالات مش دريان، يسمع الاذان ما يخشش يصلي، لانه هو غايب اصلا، لان العقل مناط التكليف، فهو فقد تكليفه، لانه بقى خلاص خلاص بقى هو في حته ثانيه، في دنيا ثانيه، في موضوع ثاني، في غفله عما هم في الدنيا، فرفع عنه التكليف بالرغم انه من اهل الخصوص، فده لا يقتدى به، ما تقتديش به، وده نقص، نقص انه لا يقتدى به. انما التانيين المقربين بقى الكاملين، تجد انه هو بالرغم في الخصوصيات دي كلها، الا انه برضه ما زال يقوم بالحقوق والواجبات وفي كمال اليقظه، دول الكاملين، دول اللي ايه؟ اللي يقتدى به. فإن كنت تستدل به على غيره فلا ترى سواه، فإن كنت تقر بالواسطة، يعني تأخذ بالأسباب، أدي معنى تقر بالواسطة، يعني بتأخذ بالأسباب، أسباب الشريعة وأسباب الدنيا، تأكل وتشرب وتسعى على معايشك وتشوف الأحوال إيه، واخد بالك، بتقر بالوسائط، الوسائط اللي هي الأسباب، اللي هي الوسائل، فهمت إزاي؟ وتثبت الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى أثره في الوسيلة وأخفى أثره في الأسباب، سميها أسباب، سميها وسائل، سميها وسائط، حاجة واحدة، فهمت إزاي؟ لأن الله يتعامل مع الخلق بالواسطة. واحد يقول لك هو في واسطة؟ ما هو في واسطة، يعني إيه؟ يعني أسباب، مش ربنا سبب الأسباب؟ الأسباب دي هي دي الوسائط، فهمت إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى ما خلقكش كده أهو بكن فيكون فجأة، لا، دخل في وسائط الزواج والاباء والاجداد، وتحمل امك فيك وتنزل وتيجي، وسائط كتيره، فين على ما جيت في الدنيا؟ هو اللي خلقك في الاصل، كان قادر يخلقك بكون فيكون من غير اب ولا ام زي ما خلق سيدنا ادم، لكن جعل في وسائط اهو، فهمت ازاي؟
نعم. فتسميها واسطة، تسميها شفاعة، تسميها سبب، تسميها وسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، كل ده صح. فهمت إزاي؟ أيوه، نوع من الأسباب. الشفاعة سبب للغفران، فهي سبب. شفاعة النبي هتكون سبب لغفران ناس كثيرين، ولكن هل شفاعة النبي إجبارية على الله ولا هي بمحض اختيار الله عز وجل؟ بمحض اختيار الله عز وجل. فمن أثبت الشفاعة الإجبارية أشرك، ومن أثبت الشفاعة الاختيارية فقد أقر بالسنة. فهم؟ مصطفى محمود لما أنكرها ظن أنها شفاعة إجبارية، تصور ذلك، لأنه ملوش شيخ يفهمه يقول له لا، ده الشفاعة المقصودة في الحديث دي شفاعة ليست إجبارية، ولكن دي من الله بمحض فضله، يخلق ما يشاء ويختار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى ربه ويدعو ربه، وربنا سبحانه وتعالى له كمال الاختيار أن يقبل أو لا يقبل، مش يأمر ربه فيطيع، لا، المسألة مش كده. فهمت إزاي؟ إلا لمن اضطر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأنت إذا كنت بقى بتقر بالواسطة، أدي معنى الواسطة اللي الناس كتير يقول لك إيه، يجوا يتكلموا على الوسائط يقول لك النبي واسطة بين الله وخلقه، يتضايق من الكلمة دي. طب ما هي دي حقيقة، هو ربنا كلمك على طول؟ أوحى إليك على طول كده؟ ولا بعت لك سيدنا رسول الله وأوحى لسيدنا رسول الله وأمر أن يبلغك، فصار النبي سبب للبلاغ، واسطة للبلاغ، وسيلة للبلاغ. تسميه واسطة، تسميه وسيلة، تسميه سبب، كلها معنى واحد. كما جعل الدواء سبب وسيلة واسطة للشفاء، كما جعل التعلم والجلوس أمام المعلم وسيلة وواسطة وسبب للتعلم، وهو الذي يعلم سبحانه، كما جعل السعي في الأرزاق في الأرض سبب أو واسطة أو وسيلة للتكسب، والله هو الرازق. يبقى ربنا تعبدك بالأسباب ولا ما تعبدكش؟ تعبدك بالأسباب، تعبدك بالوسائط ولا ما تعبدكش؟ تعبد، لأنك لا تتحمل وأنت محجوب في حسك في دنيا محدودة أن تتعامل مع الله مباشرة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا الحجاب هي الواسطة. فهمت بقى المعنى؟ علشان بيعترضوا على أهل التصوف اللي بيتكلموا بالواسطة، لأنهم مش فاهمين. فهمت المعنى؟ هم بيعترضوا عليهم متصورين أن أهل التصوف يثبتون الواسطة الإجبارية، ولكن أهل التصوف لا يثبتون الواسطة الإجبارية، ولكن يثبتون الواسطة الاختيارية وليست الإجبارية، أي أن الله يفعل بالواسطة وبغير الواسطة، يخلق ما يشاء ويختار، ولكن تعبدنا بالواسطة فنأخذ الواسطة ولا ننظر إليها أنها فاعلة بذاتها تعبدا، ولكن الفاعل هو الله. هو ده أهل السنة. فهمت؟ لكن هو ظن أن أهل التصوف بيعتبروا أن الواسطة دي شيء ضروري لحدوث النتائج، فبينكر عليهم هذا. هم ما قالوش كده، لو قعد معهم وفهم مش هينكر عليهم، لكن هو مش قادر يقعد معاهم، يسمع الكلمة دي يصول ويقول ويتخانق معاهم زي ما اتخانقوا معي يوم الخميس كده، وما يدونيش فرصة ان انا اكلمه. فهمت ازاي؟ بتحصل كده غوغائية، تقول ما تعرفش يقوم ايه. ما هو الامام الشافعي بيقول ان انا اقدر اجادل العالم، انما لو جادلت جاهل يكسبني على طول. ليه؟ لانه هيعلي صوته، هيعلي صوته ويلم الناس وشوفوا الحق، والدنيا تتلم والشارع والحارة والراجل مش عارف يتكلم، فالناس تمسك العالم تروح تزعل لانه ايه، لم عليه الدنيا. فهمت ازاي؟ دي المشكله. ها؟ نعم نعم نعم. وجعل سيدنا جبريل واسطه لوصول القران الى النبي في معظم الاحكام الا الصلاه، شرعها للنبي بلا واسطه، ودي لعظم قدرها، لعظم قدر الصلاه. لكن كل الاحكام الشرعيه نزلت بالواسطه عن طريق سيدنا جبريل. واخد بالك ازاي؟ فكلمة الواسطة افهمها بالمعنى ده لما تيجي تقراها. وعشان كده مثلا في صلاة سيدي ابن بشيش يقول ايه، اذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود، بدليل انما نقسم والله يعطي. يتضايقوا قوي من صلاة ابن بشيش، يقول لك الله ده بيثبت فيها الوسائط، يا عم دول عالم مشركين. يجي في الاولية يقول عليهم مشركين، هم اللي يبقى مين الموحدين اذا كانوا هم دول اللي هيبقوا كده؟ فهمت؟ فمش فاهمين، مش فاهمين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب الله سبب سؤال النبي، يبقى جعل سؤال النبي سببه واسطه. مش فاهم الآية. سألك أنت يا محمد. أيوه، سألك عبادي عني فإني قريب، يعني لازم يسألوك الأول عشان يجدوا قربي.
ولكن لو جاؤوني من كل باب سوى بابك ما قبلتهم، يظلوا محجوبين بعاد. فهمت المعنى؟ لكن هم يقول لك ايه، يجيب لك الايه دي للعوام، يقول لك يا اخي الجماعه دول يقول لك لازم الشيخ ولازم الوالي ولازم النبي، وربنا بيقول اذا سالك عبادي عني فاني قريب. قريب اهو يا اخي. يقوم الراجل العام اللي ما راحش مدارس تفوته كلمه سالك وتقول له اه عندك حق، يلا نروح نضربه. يروح قايم واخد العصايه ويضرب العالم دي لانهم مشركين. فهمت؟ ده هم مش مشركين ولا حاجه، ده هم فاهمين المعنى. ولا ينظروا للنبي ولا للولي نظره عباده، لا يعبدونهم ولكن يتبعونهم ويعطونهم حقهم ويجلوا النعمة ويعظمونها. لا شك أن النبي أعظم نعمة، فلازم نجل النعمة. إذا كان النبي كان يعظم النعمة وإن دقت، كانت اللقمة الصغيرة كده وإن دقت يعظمها النبي، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر نعمة علينا اللي عرفنا بالله. يبقى لازم نعظم النبي لابد. ده السنة كده، ده احنا لو ما عظمناش النبي يبقى خالفنا السنة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالتعظيم هنا مطلوب، لتعذروه وتوقروه، فهمت؟ وتسبحوه بكرة وأصيلا. وجعل الضمائر وراء بعضها لوضوح المعنى، أن التعذير والتوقير للنبي والتسبيح والعبادة لله، مع أنه جعلهم وراء بعض كلهم لوضوح المعنى، لوجود قرائن. فهمت إزاي؟ فافهم عشان إيه ما تتسرعش على في الأولية. طب ما هو قريب، ما هو ربنا قريب حتى من الكافر، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. اسمعني بس، هنا قرب المكانة. فهمت إزاي؟ هنا قرب القبول، القرب هنا قرب مكانة وقرب قبول. لكن ربنا سبحانه وتعالى وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو قريب حتى من أبو جهل وأبو لهب وفرعون، من حبل الوريد. فهنا القرب هنا مش القرب المعلوم، وهو قرب الخالق من مخلوقه الذي خلقه، ولكن هو قرب مكانة علو. فهمت؟ فإذا سألك عبادي فإني قريب، يعني يلجأ إلي مباشرة، ولكن يكون قلبه عامرا بذكري، محبا لرسولي، مؤمنا به. أدي المسألة. لكن افرض واحد مش مؤمن بالنبي وراح سأل ربه ليل نهار، مش هيجيب لأنه كافر بالنبي، لأن اللي يكفر بنبي واحد يكفر بكل الأنبياء. لا ما يدرش، لا 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 مش شرط، مش شرط. بيقولوا كل المواقع فيها كل عشان فيها، لكن دي عشان لان على صوت اني قريب. ما يدرش ما يدرش، ما دي ما يدرش. هنا لما سئل النبي عن اشياء فامر ان يبلغ، لما سئل النبي عن هذه الاشياء امر ان يبلغ بها. اما المعنى الثاني لم يسال فيه النبي، ده محض فضل من الله وتعريف. إذا سألك عبادي، إذا سألوك، هم ما سألوش لسه، إنما هم كانوا سألوا عن المحيط، سألوا عن الخمر والميسر، سألوا، لكن هم ما سألوش في الحتة دي، خدت بالك؟ فنزلت محض فضل من الله، فلما كانت بمحض فضل من الله لم يقل له قل مباشرة، ولكن قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، خدت بالك؟ ليدل على محض التفضل من الله، وأنه يسارع في وصول المعاني لعباده التي توصلهم إليه، والله أعلم. أيوة. قال ان الحاجات دي كانت سالت وبعد كده طب الواحد يتجاوب، لكن الايه دي واذا سالك عنها دي محض منا وفضل من الله. طيب نسمع هنا بس نشوف بقى. يبقى لو هو اقر، اذا كان من اهل الشهود الذي يستدل بالله على غيره فلا يرى سواه، فان كان يقر بالواسطه ويثبت الحكمه، حكمة من الشريعة. ما أصل خد بالك إن البني آدم الأونطاج اللي ينظر للحقيقة دون الشريعة يقول لك إيه؟ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، لو ربنا شاء أعبده كنت عبدته. يلا يا واد هات الشيشة. مش في ناس بتعمل كده؟ لأنه بيتكلم كلام صحيح في المعنى بالحقيقة، لكن مخالف للشريعة.
فلم يقر بالحكمة ولم يقر بالواسطة. فهمت ازاي؟ وعلى شكل يبقى عاصي، بالرغم ان كلامه صحيح، كلامه في حد ذاته كده لو ربنا شاء عبده كنت عبدته، الكلمة دي صح، لكن استنتج منها انه يستمر في المعصية. لو استنتج منها انه يلجأ الى الطاعة يبقى اقر بالايه؟ بالحكمة، اقر بالحكمة. انما لو استنتج منها انه يفضل في المعصية يبقى لم يقر بالحكمة. خدت بالك المعنى؟ وتثبت الحكمة وتعطي كل ذي حق حقه فأنت من المقربين الكاملين. وإن كنت تنكر الحكمة وتغيب عن الواسطة، حاجة من الاثنين، يا كنت بقى من أهل غياب العقل يبقى مكذوب، فإن كنت مكذوبا مغلوبا فأنت في هذا المحل ناقص، وإن كنت صاحيا يعني مستيقظ في كمال عقلك فأنت ساقط وإن كان كلامك صحيح. ناقص، لا المكذوب، لا اللي هو متاخد، عقله متاخد منه. فإن كان غائبا يعني عقله غايب منه يبقى مش مكلف، وهو بينكر الشريعة خلاص وهو عقله مش مكلف. تيجي تقول له قوم صلي وهو قاعد كده برا على الباب يقول لك حي وبتاع وريالته نازلة وأي كلام كده، يا عم قوم صلي، لو عايزنا صلي كنت صليت، ايه بقى مش عارف ايه. فهمت ازاي؟ هو غايب، ده كده ناقص وغير مكلف ومش مأمور ان انا اتبعه ولا اقلده. واخد بالك ازاي؟ وخلاص انتهينا واسيبه على حاله، انا ماليش دعوه بيه. ممكن اشفق عليه، ااكله، اغطيه، اطعمه، اقول له ادعي لي، ما يجراش حاجه. رب اشعث اغبر اذا اقسم على الله يا ابر. كان في واحد مكذوب، والله دي حصلت، والله دي حصلت سنه حاجه و80، كان من مجاذيب سيدنا الحسين، بيقعد هناك جنب سيدنا الحسين، كان يعرفه الشيخ اسماعيل صلي العدوي رحمه الله. فراح معاهم مره بيسافروا الصعيد كده يزوروا الصالحين في الصعيد، الشيخ اسماعيل كل سنه ليه جوله كده في الصعيد، وكان ياخد معاه حبايب. فالجماعه اللي هم بيروحوا سيدنا الحسين خدوا الواد المكذوب ده معاهم، قطعوا له تذكره في الطياره في القطر، قطر النوم، وخدوه معاهم قال علشان يتريقوا عليه طول السكه ويدعي لهم. واخد بالك؟ فقاعدين بقى وهم راجعين، راكبين القطر وراجعين، ده يضربه على قفاه ويجري، وده مش عارف يعمل ايه، بيهرجوا معاه. واخد بالك؟ لا، ده اللي حكاها لي علي الله يرحمه، حلف لي انها حصل. الشيخ اسماعيل كان قاعد وهو بيحكيه، قاعد يضحك، قال له اه فاكر. واخد بالك؟ انا ما حضرتش الواقعه دي. فالمهم قاعدين بقى يتريقوا على الواد المكذوب الغلبان ده، فقال لهم والله العظيم لو ما سكتوش لوقف لكم القطر. والله كده، والقطر شغال ماشي وهم راكبين في عربيه، في ضمن عربيه القطر. فالعيال ما سكتوش، قعدوا يضربوه، قال وقفوا القطر، وقفوا القطر المجرمين دول. وقعد بقى يهز الكرسي كده، بصوا لقوا العربيه اللي راكبين فيها قاعده تهدى تهدى تهدى، وقفت، اتفكت من القطر بالديزل. والله ده اللي حصل. دي حاجات وقائعية حصل. فبيبقى ليهم مقام عند الله الناس دي، رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله إلا أبر. فما تأذيهوش وما تفتريش عليه. فهمت المعنى؟ ما تأذيهوش وما تفتريش عليه، هو ربنا جعلها لهم علامة كده علشان يحترموا عباد الله ويرشفقوا على عباد الله، هي دي المسألة. فإن كان غايب ولا يقر بقى بالأسباب يبقى مكذوب، إذا كان صاحي وبيقول الكلام ده زي الجرع بتاع الشيشة، هات يا واد الشيشه لو عايزني اعبده كنت عبدته، وما بيعتبش في الجامع، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ساقط، اي ساقط من نظر الله. الا ان ياخذ بيدك شيخ واصل او عارف كامل، وهنا ميزان اخر تعرف به نفسك في القرب والبعد. يعني الحاجات دي كلها علامات، لكن لو كان ليك شيخ كامل بيربيك هو ممكن يحط ايدك على مقامك على طول من غير ما ايه؟ ما يسالك. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.